لقبت بأم المساكين، وهي خامس أمهات المؤمنين، هي السيدة زينب بنت خزيمة. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثالث الهجري، ولقبت بأم المساكين لعطفها وكثرة صدقتها وكرمها. توفيت 4 هجرية، وبعد ما تزوجت النبي ما كملتش سنة في البيت النبوي، فقيل إنها عاشت من 3 شهور ل 8 شهور مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده توفيت رضي الله عنها. كانت قد تزوجت مرتين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الزوجة الوحيدة التي توفيت في حياة النبي بعد السيدة خديجة. ما تنساش تعمل متابعة ولايك وشير، ولو انت على اليوتيوب تشترك في القناة وتستنى الفيديو الجديد.